توكل على الله، وإن شاء الله أمنيتك يا معالي المهندس ستتحقق. فكان هذا أول اجتماع معه أنا شخصياً، وأنا كنت الشخص اللي قدم الحديث وقدم المشروع. طبعاً بعد ذلك قصة شيبة ابتدت، وأنا لم أكن أعرف في ذاك اليوم لما قدمنا كم هي قريبة شيبة إلى قلب وروح معالي المهندس علي النعيمي. لما كان أعرف العلاقة الحميمة بينه وبين حقل شيبة إلا لما ابتدأنا المشروع. وضعنا لأنفسنا تاريخ معين ويوم معين، أن ذاك اليوم يجب أن ننهي العمل في شيبة، بأن البترول يبدأ في الضخ متجه إلى محطة التجميع في أبقيق على بعد 680 كيلو. وكنا قبلها بأيام نعد 3 أيام الباقية بالدقيقة وبالثانية. فلما تأكدنا تماماً أن بعد يومين المشروع سيصل إلى نهايته بنجاح وفي توقيته اللي وعدنا فيه أبو رامي، كلمت بالتلفون وكلمتي له قلت لي أبو رامي مشروع شيبة كان شبه مهمة مستحيلة، أنت طلبت منا أن يكون بدل 5 يكون 3 سنوات وكانت مهمة مستحيلة، لكن طلبك كان بالنسبة وأمنيتك بالنسبة لنا كنا أن ننهيه في الوقت اللي أنت ترى أنه يجب أن ننهيه. الخبر أن أنهينا المشروع وأنهيناه على الوقت، وبكرة كان 28 جون 1998 سيضخ البترول من شيبة إلى أبقيق. فهنيئا لك وهنيئا للشركة، وأرجو أن نحن نكون حققنا ما وعدناك فيه.